بنرحب فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من قضايا. حمل كل ما يملك من طموح وعلم وعزم وهاجر للمطلب الآخر من الكون إلى أستراليا. أنهى الكفاءة التعليمية في الكيمياء من الجامعة اللبنانية عام 2001، فانتقل إلى أستراليا لكي يقوم بالدراسات العليا في علم الكيمياء الجنائي محققاً الحلم والطموح. وبعد سنوات من الكد والجد والاجتهاد حاز على أول دكتوراه على مستوى العالم في العلم الجنائي التربوي، وبدل أن يبقى في بلاد الفرص حيث يتنشق المرء الحرية مع الهواء، عاد إلى وطنه واضعاً كل ما تعلمه في خدمة الشباب ولبنان من خلال تعاقده مع جامعة فينيسيا ومشاركته في مؤتمرات عالمية ومحلية. إنه ابن طرابلس، ابن الفيحاء، ابن الشمال الذي يعطي كالقلب بلا حساب. إنه الدكتور أحمد سمرجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. تسلم. خبرنا عن بدايتك دكتور، عن اختصاصك بالكيمياء وكيف اخترت أنك تسافر على أستراليا. أنا أول شيء تخصصت بموضوع بالكيمياء وصوب تقريبا رابع سنة، يعني بالgraduation year مفروض نحن نقي project عملي، فاخترت يكون موضوع عن الكيمياء الجنائية لأنه أنا من بيت الوالد هو ضابط متقاعد بقوى الأمن الداخلي، فما حبنا يمكن ندخل السلك العسكري، بس كنت حابب أعمل شيء يجمع بين العلم والأمن، فكان الاختيار أنه انا اخترت ان يكون موضوع التخرج تبعي موضوع الكيمياء الجنائيه. خلصنا البحث، قدمت طلب على استراليا وسافرت ب end of 2001، نهايه 2001 2002، وهنيك بلشت ابحاث مع مجموعه متخصصه، ابحاث دراسات عليا عن الديجراديشن، يعني التناسر تبع اطراف الدي ان اي، ومحاوله انه نعرف نحن عمر شخص من اثر بيولوجي. اذا ما بنعرف الشخص، يعني اذا عندنا بس اثر بيولوجي بدنا نعرف انه صاحب هالاثر تقريبا قديش عمره. لقد ايه فيكم ترجعوا دكتور هيك بالسنين لورا؟ هلا ما في مشكله، يعني مثل ما عم بيحكوا بالاف السنين فيكم ترجعوا. هلا اذا الاثر بيولوجي لاي شخص ممكن نحن نقدر الوقت اللي انترك فيه هذا الاثر تقريبا قد ايه عمره، بس واجهتنا مشاكل وتعقيدات بهالموضوع انه لنقدر نعمل نوع من الفورميلا، يعني في تعقيدات بين يكون يعني عبر الاعراق، يعني التناسر او الديجريديشن تبع التيلوميرز هن اطراف الدي ان اي بتختلف بين عرق والثاني، في اختلافات تعقيدات بين الجندر، يعني بين كون الشخص ذكر او انثى، وفي عوامل ثانيه. وصلنا لشيء مشجع يعني، بس توقف يوم البحث عند هيدا الحد. ووقتها كنت بمؤتمر دولي بكامبرا اللي هي عاصمة أستراليا. الناس بتفكر سيدني، بس هي سيدني هي العاصمة الاقتصادية، ميلبورن العاصمة الثقافية أو التربوية، الكامبرا العاصمة السياسية لأستراليا مثل ما تفضلت حضرتك. بوقتها كان أول ما بلش طرح يعني أنه لازم يكون في أطر تربوية، لأنه العلم الجنائي تطور بشكل كتير رهيب وشكل عشوائي، لأنه دخل دي ان اي بأواخر الـ 1980 سير أليك جيفري، لما دخل دي ان اي بالعلم الجنائي بظرف هالعشر سنين اللي هن آخر عقد بالقرن العشرين تطور بطريقة كتير مخيفة يعني، وصار في عشوائية بالتدريب وبالجامعات اللي بتمنح الشهادات الجامعية. فكان بهيدا المؤتمر بكامبرا كان في حديث انه لازم يكون في عمل على بداية خلق أطر تربوية لهالعلم، وما بعرف انا كيف حبيت كتير هالفكرة، دخلت كتير يعني بتفكيري
وحبيت انه الدكتور ربيعي يكون شوي مميز عن يعني كيف الموضوع. بتختصر اذا بدك دكتور بالعلم الجنائي التربوي؟ نحن الصراحه تسميه جديده علينا هون بلبنان انه علم جنائي وتربوي بولاد ذاته. شو هو اختصاره العلمي هالتخصص؟ الاختصار هو انك تقدر تعمل اطر تربويه مستدامه تقدر فيها تقدم يعني اكثر شيء متطور بالعلوم الجنائيه بكل اختصاص معين، بنفس الوقت تخلق نوع من الحوار والتعاون والتكامل بالعمل بين العلماء الجنائيين، بين الامنيين، وكالات الاستخبارات، وبين القضاء، لانه انت عم تحكي عن علم بيجمع ثلاث عقليات مختلفه، العقل القضائي، العقل الامني، والعقل العلمي، بيجمع ثلاث كلتشرز مختلفين، فجمعهم ما في يتصرف العالم الجنائي مثل كانه عم يتصرف بمختبر لحاله او بمركز ابحاث لحاله، لا هو عم يشتغل والبرودكت تبعه المنتوج تبعه بده يتكامل مع او يتعاون مع تحقيق عسكري، تحقيق امني، وبده يوصل الاند برودكت على المحكمه قدام هيئه محلفين برا بلبنان، قدام هيئه محكمه بدها تنظر فيها، وفي دفاع وفي نيابه العامه. فالعلم التربوي الجنائي هو بيطلع هالعلاقه الضروريه بس العلاقه المعقده، كيف فينا نحن ندرب بين الاجهزه ثلاثه اكزاكتلي بين هالعقليات الثلاثه. دكتور انت سنه 2010 تخرجت بعد 6 سنين من التحضير للدكتوراه من بعد الدراسات العليا طبعا. شو موضوع الاطروحه؟ شو كان عنوانها؟ الاطروحه هي عنوانها كان انه حول وضع اطر تربويه مستدامه بحق الكثير معقد اللي هو الحق للعلم الجنائي التربوي. هذا نعم. كان عنوانها هذا هو. ومثل ما تفضلت حضرتك هي اخذت 6 سنين، لانه اول سنتين انا لما طرحت الفكره على عده اساتذه جامعيين كان في نوع من الفزع لانه فكره جديده، فاشترطوا علي انه اول سنتين حتكون فتره تجريبيه ليشوفوا انه فعلا هل هالشيء ممكن يودي ان نقدر يعني نخلق نوع من العلم والمعرفه بهيك مجال. وبعد سنتين تجربيتين مثل ما نقول بهالمشوار البحثي الطويل اقتنعوا، كان عندي مشرفين من عده اختصاصات ليقدروا يمشوا معي بهالبحث. انت بالبحث ناولت علاقه الشرطه مع القضاء مثل ما شفت انا. كيف بتشوف هالعلاقه؟ كيف لازم تكون؟ هل هي حتى هون بلبنان يعني اذا بتقارنها اكيد باستراليا، هل هي العلاقه علاقه فيها هيك تنسيق، فيها تكامل، فيها فئه بتطغي على الثانيه؟ كيف بتشوف هالعلاقه؟ استاذ نبيل، الدراسه اللي بتفضلت حضرتك هي بتحكي عن العلاقه بين العلم والامن والقضاء بدول العالم قاطبه. يعني العلاقة بين الأمن والقضاء من جهة والعلم من جهة هي علاقة تبعية. يعني لهلأ ساهن يمكن لأنه صارت الأمور بكتير بفترة كتير قليلة صار هالطفرة العلمية بمجالات كانت تعتبر أمنية بحتة، يعني مثلا موضوع البصمات، موضوع الاكزامينيشن تبع السيارات، موضوع الاثار من التربه وغيره وغيراته، موضوع المتفجرات، كان يعتبر هيدي يعني دومينات هي كثير عسكريه امنيه، فجاه العلم دخل عليها. بتلاقي نوعا ما من خلال الابحاث اللي عملتها حتى باستراليا بكل العالم، بتلاقي الاشخاص اللي هن الامنيين في نوع من يمكن جفليني شوي من العلم، لانه فجاه حسوا انه الدومين عم يدخل وهن يعني كانوا يفكروا بطريقه معينه وكانوا يعملوا امور بطريقه معينه، وفجاه يعني قلنا انه عفوا ستوب الامور، يعني العمل الامني والقضائي هو على عيننا وعلى راسنا، هو شيء كثير مهم، بس الامور العلميه بتتم بشكل علمي غير العسكري. يعني بفهم منك انه مثلا نفترض اوقات التحقيقات من 100 سنه يمكن لورا او من عشرات السنين لورا كانت تتم بالخبيط وتحت الضغط exactly. وتحت الإرهاب وتحت كذا، بالعلم صرت ترتكز على أدلة معينة وهالأدلة بتحدد إذا في جريمة أو ما في جريمة، ما عاد بحاجة تستعمل الكرباج والعصا والغرف المظلمة والأدوات الكهربائية، الكرسي الكهربائي وغيره. تماما، هيدا لما بتعطي هالمجال وهالمساحه الواسعه للعلم، العلم بيساعدك ما بس انه اذا ما قدر كشف الشخص بيقدر يعمل لك نوع من الاكسكلوجن، يعني اذا عندك لسته من 10 12 مشتبه فيك مثلا تقول انه لا بنركز على 2 منهم او لا ولا شخص منهم هو مشتبه،
برجع لحادثة حتى صارت بالثمانينات بموضوع بصمة الدينة، يعني لقوا أثر بجريمة كان في فيها نوع من الكسر والخلع والسرقة، ما لقوا أثر غير إنه شخص هو هيك عمل يعني لين شوي صغيرة عم تسمع إذا ما في حدا بالبيت، فلقوا آثار يعني بصمة دينة. من هالبصمة الدينة قدروا تقريبا يعرفوا تقريبا طول الشخص مع احتمالات الخطأ، لأنه هذا لازم يكون بالعلم الجنائي يعني. ومن ضمنه هذا ساعد انه كان عندهم ليستا مثلا من عده اشخاص، انه طلع انه ولا شخص منهم، وراح تحقيق على محل تاني ولقوا الشخص اللي يعني المرتكب. تطور العلم الجيني بفهم انه عم بيساعدكم بالعلم الجنائي. اكيد تطور العلم الجيني الدي ان اي له الفضل بهالطفره اللي صارت بالعلم حتى الكيمياء، الطفره بالطب الشرعي، يعني دخول الدي ان اي بهالشكل القوي بحد ذاته هو صار برانش بالفورنسيك ساينس بالعلم الجنائي، وساعد انه حتى على العلوم الثانيه اللي هي كمان بتدخل، حتى يعني ساهم بنوع من الابحاث بموضوع الهندسه الجنائيه او الهندسه الشرعيه، يعني اذا صار عندي مبنى وقع او صار عندي تفجير وقع على المبنى لنعرف التفجير صار، او حوادث الطيران او حوادث السلام العامه، يعني ساعد كثير انه خلى كثير مجالات ثانيه تدخل، فتح الباب قدام كثير علوم ثانيه وابحاث ثانيه تدخل بمجال العلم بفهم الجنائي. بفهم منك انه بواسطه الدي ان اي صار من الصعب اخفاء معالم الجريمه، الا ما المجرم يترك يمكن شعره منه او يترك قرمه سيجاره او اي شيء ممكن يساعد بالتحقيقات. اكيد صرنا الدي ان اي بنعتمد عليه بشكل كثير كبير، بس كمان بنعتمد على غير نوع من الاثر الجنائي، يعني في الاثر اللي هو الفيزيكال، وهلا حتى مع تطور التكنولوجيا صار في عندنا الاثر الالكتروني او الرقمي، يعني اذا حدا اتصل او من تليفون معين استعمل كمبيوتر معين صار عندنا، يعني صار الدليل ما عاد بس دليل فيزيكال وبيولوجيكال، صار في عندنا دليل ديجيتال، يعني حتى الدليل الرقمي، حتى بكاميرات المراقبه صار واحد بلاحق المجرم انه طلع من هون اجى لهون، صارت لانه الكاميرات المراقبه بتلاحظ كمان. صارت منتشره بالمنازل وعلى الطرقات وكمان هيدي كمان. درست باستراليا دكتور من بعد تخرجك؟ نعم استاذ نبيل، انا درست بالجامعه اللي تخرجت منها، وكان يعني وهيدي شهاده استاذي بروفيسور كروجر، مره شهد قدام عدد من الأساتذة إنه هو كان أستاذي المشرف الرئيسي علي من ضمن مجموعة مشرفين، بعدين قال لهم صار زميلي وهلأ أنا صار صديقي، فدرست فيها للجامعة، درست بمواضيع العلوم الرياضيات التربوية، موضوع العلم التربوي، وكان عندي أنا مساحة معينة فاتح فيها الأبحاث بمجال التربية الجنائية، لأنه هي اختصاص كتير حديث وكتير بده الشغل. بعام 2015 حملت ما تملك من علوم ومن خبرة ومن تخصص فريد من نوعه بالعالم، وعدت إلى وطنك بالوقت اللي منلاقي ناس كانت عم تبحث على الفيزا حتى تهاجر وتقعد برا. شو اللي خليك ترجع؟ أستاذ نبيل، يعني الإنسان ما بيرتاح الا ببلده، في 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 لبنان بحد ذاته، يعني لما بتنزل على المطار بتسمع غنية ست فيروز، بتشوف العالم رغم مشاكل لبنان والعجقه، محبه العيله، لمه المجتمع على بعضه، بتحس لو هاجرت وعدت برا 20 و30 سنه بتحس في شيء جزء منك ناقص، هل جزء يعني من هالبازل التركيبه شوي المعقده تبع الانسان بتحسها بتركب لما بترجع على وطنك الام، يعني الحنين اول خطوه الحنين والاهل هودي والرفقه والمحبه الاجتماعيه، يعني رجعت انا اول ما رجعت درست بجامعه اللبنانيه الامريكيه، جامعه ال اي يو ببيروت لفتره، بعدين تعاقدت وانتقلت لجامعه فينيسيا بالصرفند اللي هلا انا فيها استاذ محاضر ورئيس قسم التربوي فيها. رجعت فاذا 2015 على لبنان، هيدي رجعه ميمونه. في أكاديمية حوض المتوسط للعلوم والطب الشرعي أنت حضرتك عضو فيها، شو هي هالأكاديمية؟ أكاديمية يعني بلشت نشاطك اسم الله على السريع فور عودتك. الله يسلمك.
استاذ نبيل اللي تحلي انه لانه اختصاص طبعي كثير يعني كان بحد ذاته فريد من نوعه، فبنات الحمد لله نوع من الريبيوتيشن بعده جمعيات دوليه منها الاكاديميه دول الحوض المتوسط للعلوم الجنائيه اللي هي بتضم دول الحوض المتوسط وبتعنى بموضوع تطوير والتعاون بموضوع الطب الشرعي والعلوم الجنائيه. وكمان انا هلا مستشار تربوي للجمعيه العربيه للعلوم الجنائيه وعلوم السموم اللي هي جزء من اتحاد الاطباء العرب التابع لجامعه الدول العربيه، وعندها اتفاقيه دوليه مع كذا مع الاتحاد الاوروبي ومع كذا جمعيه عربيه وجمعيه دوليه. الله يقويك. شاركت بال 2016 بحزيران تحديدا بالمؤتمر الدولي للطب الشرعي، ممكن تخبرنا شوي عن تفاصيل اللي جرى بهيك مؤتمرات؟ شو بتعملوا بهيك مؤتمرات؟ مؤتمر الإيالم 2016 صار بفينس بإيطاليا. هذا المؤتمر بيصير كل سنتين. انطلب من أعضاء من دول حول المتوسط الأكاديمية دول حول المتوسط للعلوم الجنائية اللي أنا جزء منها، انطلب أنه حينعمل نوع من السيشن خاصة لموضوع الشرق الأوسط وموضوع النزوح والتحديات الأمنية الجنائية والاجتماعية اللي بتصير بالدول اللي هي نزل عليها أو إجى عليها النزوح السوري. فأنا هون عانيتني كثير لأنه هي أول مرة بحكي، خصيصا يعني أنا كنت شاركت بعدة أبحاث عن مواضيع عالمية أو أبحاث عملتها بأستراليا، هي أول بحث أنا بعمله بلبنان عن لبنان. فبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مشكورين من المدير العام لرئيس تحرير مجلة الأمن العائد الياس أشهب للعائد جهاد أسمر، قدرت حصلت على إحصاءات وعلى داتا بحثية. عملنا دراسة عن موضوع النزوح السوري ودرسنا أعداد الجرائم قبل 5 6 سنين من الأزمة السورية من أزمة النزوح لوقتنا هلأ، وعملنا بعض المقابلات فاللي تبين لنا انه في اثر ضاغط اكيد اجتماعي واقتصادي وامني، بس نفس الوقت تبين انه في بعض الجرائم ما كان لها علاقه احصائيه بموضوع النزوح، مثل موضوع سرقه السيارات ما كان في علاقه كثير يعني قويه بالنزوح، بينما في امور ثانيه مثل الاتجار المخدرات كان في كثير علاقه مترابطه يعني كان كثير في سترونج بوزيتيف كورليشن احصائي كثير بينه وبين زياده عدد النازحين. موضوع حوادث الانتحار، مش محاولات الانتحار، حوادث الانتحار بين انه الاعداد كثير زادت من بعد النزوح السوري اللي هو بيعطي يعني نحن هلا عم نحكي عن اثر النزوح السوري على لبنان على الصعيدين الامني والجنائي، ما هيك؟ وحتى اضافه للموضوع التربوي والاجتماعي انا اخذته يعني اخذت الموضوع من 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 عده جوانب. شو بدك تخبرنا عن مفهوم العلم الجنائي الاستباقي اللي بتنادوا فيه وبتحكوا فيه بشكل دايم؟ استاذ نبيل، في بالعلوم الامنيه عامه بيحكوا بالعلم الامن الاستباقي، فطلعت من خلال مشاركتي بالمؤتمر الايالم اللي بفينس بايطاليا صار كان في نوع من الوجع والصرخه من العلماء الجنائيين انه نحن فينا نعمل شغل اهم بكثير من الشغل اللي هو بيطلبوا منا الاجهزه الامنيه والقضائيه هلا. يعني هلا بينطروا مثلا لتوقع لا سمح الله شيء مصيبه او شيء جريمه او يطلع شيء حادث، بيتصلوا بالطبيب الشرعي بالاختصاصي تبع المسرح الجريمه، اختصاصي الدي ان اي، بيجوا ليكشفوا بيشيلوا الاثر وبيعطوا بيطلعوا ريبورت للمحكمه وانتهى دورهم. فكان في نوع من الصرخة انه نحن خلال عملنا وتحقيقاتنا الجنائية وعملنا المخبري وعملنا على مسرح الجريمة وبالمراكز الاستباقي فينا نحن بيلقطوا نوع من الانماط، هالانماط بيقدروا منا يتكاملوا مع المعنيين الامنيين ومع معنيين بالعلم الاجتماعي والعلم الاجتماعي النفسي ليقدروا يعملوا شيء استباكي. يعني نقدر نشوف انماط معينه بخلال التحقيقات الجنائيه بعده حوادث نلاقي انه نحن فينا نعمل نوع من التوعيه بعض الاحيان بتمنع الحدوث، او نوع من بنقدر نلقط نوع من الباترن يمنع حدوث عمل امني او عمل ارهابي من خلال انماط معينه. وهيدا اذا انعطى الفرصه بصير كثير نحن بنعيش بعالم كثير امن وبنقدر كثير يعني نتجنب حصول شغلات قبل ما تحصل. يعني بطريقه ثانيه عم تقول دكتور انه بالعلم الجنائي الاستباقي ممكن هالعلم هذا يؤدي الى انحسار اعداد الجرائم؟
اكيد بيؤدي لانحسار عدد الجرائم، بيؤدي لانحسار عدد الحوادث حتى. يعني في الحوادث مثلا بتصير الحوادث المروريه، يعني العلم الجنائي او العلم الطب الشرعي منه بس مختصر على الجرائم، حتى مثلا الحوادث السير بيذكر منها مثلا، بتعطيك مثل على العلم الجنائي الاستباكي. يعني من زمان كان في نوع من المس كونسبشن انه الولد البيبي اللي خلقان جديد بتنيم على بطنه منشان الاوجاع البطن وهيك، تبين انه لا، كثير من حالات الاختناق يعني الصدن انفنت ديث سيندروم عم تصير من وراء هالشيء، عم يختنق من النوم على البطن، من النوم على البطن لانه منه قادر يحرك راسه اذا يختنق. اكزاكتلي. وطلعت بعدين انه لا، من نايمه على جنبه. اللي اكتشف هالشيء اللي القسم الجهد الاكبر هو للاطباء الشرعيين اللي كانوا عم يشرحوا جثث الاطفال اللي عم تكون، وطلع يعني فطلعت توصيه وبلشت بامريكا وباوروبا، عم بعالمنا العربي عم تصير اكثر مع التوعيه انه لا، بتنيم الطفل على ظهره، بهيك حاله بتمنع عنه الاختناق او الصادن انفنت ديث سيندروم. فهيك امور يعني كيف صار تجربه بهالموضوع ممكن يتعمم بكثير امور، في كثير نتجنب حوادث، من حوادث لاوقات بصير مثلا ممكن تنقول يحترق او ينفجر الموبايل فون او الكمبيوتر او شيء يصير بالسياره، او الحوادث اللي بتصير بامن الطيران. ما عم نحكي عن الحوادث الارهابيه، عم نحكي عن الحوادث العاديه، يعني بصير الامن الاستباكي بالمواضيع الجرائم، المواضيع الارهابيه والمواضيع العاديه اللي هي مع التكنولوجيا بيزيد الاكتشافات بيزيد الحوادث كمان. فينعطى العلم الجنائي، ينعطى الطب بالشرعي هالاهتمام وهالدعم، واكيد بناخد يعني امن اكثر وبناخد منع للحوادث بشكل كثير اكبر. بين العلم والامن والقضاء، هل العلاقه هي علاقه مشتركه وتعاون ام علاقه تبعيه بتحسها؟ لا للاسف باغلب دول العالم، عشان ما نعمم، اغلب دول العالم يعني من الغرب للشرق، لا هي علاقه تبعيه. كثير اوقات تحت ضغط معين امني ممكن يحس العلماء عم يشتغلوا تحت ضغط، خصوصا اذا هن الدليل العلمي عطى نتيجه بتخالف التحقيق الامني. يعني التحقيق الامني يمكن مثلا يكون مشتبه بشخص A or B or C، التحقيق العلمي او الجنائي بيقول انه لا، ما بيتطابق هو مع هالاشخاص، فهون نوع ما بصير في نوع من التضارب. كمان في علاقه شوي صغيره يعني يعني بتمنى انه تكمل وتتكامل اكثر، هي العلاقه بين العلم والقضاء، لانه القضاء وقت بيفرض على اللي بده يعطي شهاده بالمحكمه، عم نحكي شهاده علميه للطبيب الشرعي او الاختصاص الجنائي، انه اوقات يحكي بكلمات قاطعه انه دليل لا يحمل الشك. لا، بالعلم في شك، ولولا الشك ما صار التطور العلمي. فلازم الجهاز القضائي والقضاء يعطي مساحه لنسب للشك بالموضوع ويتقبله، وهذا هو طبيعه العلم. يعني ما مفروض يكون الطبيب الشرعي عم يعطي انه 100% هو او هي متاكده انه حدث الاغتصاب او حدث الجريمه مثلا من 3 ايام واربع ساعات، هيك نوع من التحديد يعني هو الصعب. الجزم الكامل يمكن يكون بغير محله ابدا، ممكن يؤدي الى اتهام بريء حتى كمان. بدي اسالك سؤال قبل الوقفه الاولى دكتور، بحسب اختصاصكم بيختلف التشخيص الحديث لمسرح الجريمه عن التشخيص القديم التقليدي المعتمد؟ اكيد استاذ نبيل، مع تطور التكنولوجيا، تطور الحياه، حتى تطور الموبيليتي، يعني الاشخاص صاروا كثير مثلا بيتحركوا وبتوزعوا وهيك، صارت يعني كثير اوقات بتكون مسرح الجريمه مسرح نمطي، يعني مثل ما نحن متوقع، واوقات بتكون في مسارح يعني كثير يعني هن المحققين الجنائيين والامنيين بيتفاجئوا، ممكن يكون المسرح من ابو موجود ببرج مثلا تحت الارض لطابق مثلا 23 باوتيل فخم، او مثل الجريمه صارت ببريطانيا من فتره، كان مسرح الجريمه على الثلج بالليله اللي سبقت ليله راس السنه، وكانوا العلماء الجنائيين عم يسابقوا الوقت ليقدروا يمسحوا ويشيلوا قبل ما يدوب الثلج يعني. فاكيد كثير خطا انه المحقق الامني او الجنائي يروح على حي لمسرح جريمه بافكار مسبقه او بتصور نمطي، لا، على طول نعطي انه كل مسرح جريمه حقه. كثير اوقات بتتشابه المسارح من بعضها، بس في عندنا اوقات حوادث كثير شوي بتكون فريده ومتعلم منها، بنعمل عليها ابحاث يعني. وعم تحكي دكتور انه الانسان السرعه بالوصول لمسرح الجريمه كمان واجبه،
أكيد، لأنه بيصير نوع من التلوث المسرح، وكمان بيصير نوع من الفقدان للآثار، وحتى بيصير نوع من كمان تحلل للجثة يعني. نحن أعزائي المشاهدين نتوقف للحظات وبنرجع منتابع معكم الحلقة المميزة مع الدكتور أحمد سمرجي. نتابع معكم أعزائي المشاهدين حلقتنا عن العلم الجنائي، هيك خلينا كلنا نتثقف جنائيا مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد، هيك سؤال حشري، عم تتعاون مع الدولة اللبنانية هيك تحط خبراتك بالتصرف؟ يعني نحن بحاجة لأشخاص مثلك إنه يعطوا خبراتهم لهالأجهزة الموجودة. الدراسة اللي حضرتك أشرت لها عن أثر النزوح هي كانت بداية التعاون بيني وبين الأجهزة الرسمية من خلال كول الأمن الداخلي. إذا ورد في إن شاء الله مشاريع وأفكار تعاون أكثر بذكر، وكان شيء كثير يعني بكبر القلب لما رحت مؤخرا على مؤتمر دولي للقانون والعلم الجنائي. عادة بروح على المؤتمرات أنا بكون يعني لحالي، كنت من أستراليا أو من لبنان. بنبسط إنه بلاقي في وفد لبناني رسمي، كان بيتنفسه الرئيس القاضي رياض أبو غيدة، وكان في بقلبه ضباط من الجيش الداخلي ومن وزارة العدل، وحسيت في اهتمام كثير من الوفد بالموضوع اللي أنا عم أشتغله، وإن شاء الله في أفكار يعني لعدد أفكار ومشاريع تعاون حتى يعني نشجع بيئة بحثية بلبنان بهالمواضيع، ونربط مثل ما حضرتك سألتي عن سؤال اللي هو العلم الجنائي الاستباكي، نخلي هالنوع الاستباكي ما بس بالأمن الاستباكي، العلم الجنائي الاستباكي، ويصير نوع من البيئة اللي هي كله بالكامل مع بعضه، وهذا الانتقاد يعني المفروض بيرجع بالخير للبلد وحتى على الخريطة العالمية بهالمجال. كيف بيكون التدريب بالعلم الجنائي؟ بتحكي عن التدريب بالعلم الجنائي، شو هو التدريب؟ كيف بتدربه؟ التدريب غير التدريب اللي هو التدريب العلمي التقني بالمجال، يعني مثلا شخص متخصص بالفورنزيك بيولوجي يكون التدريب بالبيولوجيكال تيستينج بالدي ان اي، فورنزيك كيمستري، متخصص بالعلم المتفجرات، متخصص بالبصمات، كل هذا غير التخصص التقني العلمي. في التدريب اللي احنا بنشتغل فيه مع الاشخاص، اول شيء على الكوميونيكيشن سكيلز، يعني كيف طريقه التواصل والتحاور بين العلماء اللي هن يعني بين بعضهم كفريق عمل واحد متكامل، وبينهم وبين اختصاصيين جنائيين يعني من غير اختصاصات، يعني كيف ممكن مثلا نقول الاختصاصي البصمي كامل ويتعاون مع الطبيب الشرعي، بيصير هيدا النوع من الحوار والتدريب. بعدين بيصير نوع من الحوار والتدريب كيف هن بيتعاملوا مع الأجهزة الأمنية، كيف هن بيدوا بشهادتهم أمام المحكمة، كيف خلاصة هالبحث العلمي وهالتقرير العلمي وهالفحوصة الإخبارية كيف بتنقال بلغة صحيحة بس مبسطة يفهم القاضي أو هيئة المستشارين في لبنان مثلا، وكيف تفهم هيئة المحلفين مثلا بالمحاكم الأسترالية أو الأمريكية اللي في عندها جهاز قضائي بيتبع هيئة المحلفين. يعني هيئة المحلفين من أشخاص عاديين بتفهمون شيء كتير علمي ودقيق، بس بيكون بلغة مبسطة ما بتغير من مضمون العلمي، بس يقدروا يفهموها لحتى أنت تساهم الوصول للحقيقة ولتحقيق العدالة. شو بتقصد بعلم النفس الجنائي؟ العلم النفس الجنائي هو لما بيكون في عندنا منه جزئين، في عندنا الفورنزيك سايكولوجي وفي عندنا الفورنزيك سايكايتري. هو بيتجزا لجزئين، جزء منه هو بيكون لما بنشوف بصير جريمه معينه، يعني بصير تحليل نفسي من خلال الاثار والانماط اللي انخلقت بقلب مسرح الجريمه والتهديدات، ممكن الرسائل او شيء، هالنوع من التصرف السلوكيات ممكن الاختصاص الجنائي النفسي ممكن يقول انه هيدي بتدل انه الشخص بيعاني من مرض معين، بيعاني من هو بنقول ضحيه ظروف معينه، ممكن يكون هو
تصرفك بتشبه نمط معين، فممكن نستخدمها للتحليل وكمان نستخدمها للمعالجه، يعني ضحايا الاغتصاب، ضحايا العنف الاسري، وكمان يعني نستعملها للمعالجه، نستعملها كمان للتحليل. بتقولوا انه عم تعملوا لمكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري، شو عم تعملوا بالتحديد يعني؟ بالتعاون مع أكاديمية دول الحظ المتوسط، كل سنة بيصير مؤتمر بجامعة القاهرة، بين جامعة القاهرة وبين جامعة هامبر بألمانيا، وبندعم عليه كل الأعضاء المشاركين بأكاديمية دول الحظ المتوسط وأكيد ضيوف دوليين. وهالعمل يعني بتشكر عليه البروفيسور الدكتور دينا شوقي، بيحكي عن موضوع التكامل بين الطب الشرعي والعلوم الجنائية، موضوع العنف الأسري، لأنه الأطباء الشرعيين هن أكثر ناس بيشهدوا وبيحققوا المواضيع اللي فيها عنف أسري وعنف جسدي والعنف ضد المرأة. فكل سنة نحن تقريبا بصير المؤتمر بين تشرين الثاني وبين كانون الأول بجامعة القاهرة، نجتمع ونصير نحن نتشارك بشو توصل له آخر الأبحاث، نعطي توصيات. والشيء حلو إنه سنة عن سنة المؤتمر عم يتوسع من شغل جنائي لشغل جنائي اجتماعي تربوي أمني قانوني، حتى كمان نعمل تعديل التشريعات اللازمة. كيف ممكن ننتقل من الدور المتلقي إلى الدور المبادر للحد من الحوادث؟ هيدا بده ينعطى نوع من الدعم المادي والحرية والاستقلالية للعلماء الجنائيين والأطباء الجنائيين، لحتى يقوموا بأبحاث أكثر. يعني كل حقيقة مثلا الأطباء الجنائيين أو العلماء الجنائيين بعدة حوادث بينجمع داتا بحثية حول هالأنماط اللي شافوها، بيتعاملوا فيها مع أخصائيين أمنيين، مع علماء نفس، مع علماء نفس اجتماعي، ومن خلالها بنعمل مزيد الدراسات وبنعمل توصيات وبتغير. يعني منع حوادث ممكن تغير نوع من البرودكت معين، بأن هالبرودكت ممكن يهدد السلام العام، بينسحب السوق، ما نقدر ننطر لتصير لا سمح الله ينفجر تنقل تليفون أو ينفجر موبايل فون أو يصير حادث معين لحتى نتحرك، فممكن هالشيء دغري ينسحب من السوق قبل ما يصير يعني الحادث. كيف ممكن العلم الجنائي يكون بخدمة الحياة وازدهار البشر؟ هو هيدي رسالة بدك يكون في ازدهار البشر يعني. هو بآخر أنا مقالة نشرتها بمجلة The Conversation، كنت عم ادعي انه لازم بقى شوي نغير الصوره النمطيه حول العلم الجنائي كعلم متلاصق مع الحوادث والجرائم والكوارث والموت، ليصير علم اكثر علم، يعني علم الحياه وعلم احترام وحب الحياه وحتى الضحايا. لما نحن بنحقق هو احترام للضحايا، لحياتهم، للميموريز تبعونهم. فكل ما نحن ندعم الدور الاستباقي والدور البحثي للعلم الجنائي والطب الشرعي، كل ما نحن بنكون عم نعزز هالمفهوم تبع علم نحو الحياة، مش بس نحو الموت ونحو الكوارث والجرائم. ممكن يكون العلم الجنائي شريك للأمن وللقضاء بالمستقبل؟ مفروض مع مزيد من الأبحاث والنجاحات اللي عم يقوم فيها الطب الشرعي والعلم الجنائي، مفروض يصير في قناعة أكثر عند الأمنيين وعند الأجهزة القضائية إنه بشراكة فاعلة ومتكاملة من دون نوع من التحكم، بهذا بيعمل خير للكل وبيخلي جهد أقل ينبذل من 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 خلال الأمنيين والقضائيين لحصول على نتائج أفضل ونتائج دقيقة أكثر. حاولت الدولة اللبنانية دكتور الإفادة من خبراتك أنه شخص الاختصاص الأول بالعالم ولبناني وموجود هون عم بيحط طاقته، إنما حاولوا أو في مثل ما قلت لحضرتك في يعني إذا الله أراد أفكار وبوادر يعني في بداية عليها هيك معهم أكيد بتحس
شو بيتضمن، شو بينقص لبنان بمجال العلم الجنائي برأيك؟ بينقص نحن شوي يعني مع التحيه الكامله للاجهزه الامنيه والدور اللي جبالي عم بيقوموا فيه، بس بما خص الادله الجنائيه نحن كثير عندنا الموضوع حاستعمل باللغه العاميه معسكر، يعني في عسكر كثير للعلم الجنائي، يعني في اداره عسكريه للعلم الجنائي، الاولويات العمل بحط عسكريين ما بالضروره يكونوا اشخاص يعني معهم شهادات علمية، في ضباط كفؤين جدا بنشهد لهم عاملين تدريب كتير عالي، بس الإدارة أساسها إدارة عسكرية بحتة، هيدا ما بيسمح لنشوء بيئة بحثية مثل بقية دول العالم المتقدم اللي صار فيها المراكز الجنائية بتتعاون فيها مع الجامعات، بتتعاون فيها مع كبار الشركات لتتحقق من مثلا بسلامة منتج معين، لتعطي توصيات معينة. نحن أساسا كتير بس بنقوم كأدلة جنائية بننطر ليصير حدث معين، بيروحوا على المسرح بيقوموا بشغل جبار بيرجع، بس أساسا يعني دور المتلقي فقط، ما في مبادرة، ما في بيئة بحثية، هيدا بده شوية شغل وبده وقت وبده كمان تغيير التشريعات لنروح صوب المدنية أكثر بموضوع العلم الجنائي. دكتور، مع تطور العلوم صار بالإمكان اكتشاف المجرم من خلال التشخيص الدقيق لمسرح الجريمة مطرح ما بتصير؟ هلا مع تطور العلوم في كثير امور صرنا نكتشفها وفي تعقيدات زادت، يعني وما مثل ما الاعلام او ما بالاحرى الاعلام اللي هن التي في شوز اللي هن المسلسلات التلفزيونيه ممكن مثل السي اس اي شو بتعطي انه مثلا بكبسه زر اكتشفوا، لا في تعقيدات وفي امور كثير اوقات، يعني زاد موضوع التلوث على مسرح الجريمه، زاد موضوع النوع الاثارات الرقميه والاثارات الفيزيك والاثارات البيولوجيكال، بأسوأ الحالات يعني إذا ما قدر العلم الجنائي بسبب تعقيدات معينة أو بسبب تلوث مسرح الجريمة أو لسبب معين ما قدر ساهم بكشف هوية المرتكب، على الأقل عم يساهم بموضوع إنه ما ينحبس أو يتوقف شخص مظلوم بالمقارنة بين الآثار المتروكة والمحللة وبين الشخص. عشت تقريبا 15 سنة بأستراليا، شو تعلمت من هالبلد؟ استراليا بلدي الثاني، خدت جنسيتها وانا فخور فيها، وضيف على جنسيتي اللبنانية اللي هي جنسيتي الام، تعلمت التواصل المريح مع ناس من ثقافات مختلفة، يعني باستراليا بتلاقي جنسيات مختلفة، اعراق مختلفة، ديانات مختلفة، الكل بيجتمعوا بمحبة وبشغل وبتكامل، فكتير من الامور انا حملتها معي من لبنان على استراليا، وفي امور كتير جبتها من استراليا على لبنان، موضوع انك تقبل الاخر، المشاركه، حب الطبيعه الزايد يعني اللامتناهي واحترام الطبيعه. انا بذكر وقت اللي رحت لهونيك، مع انه بلاد الغابات والشجر بصير فيها حرائق قد ما فيها غابات، اذا واحد قدام بيته بده يشيل شجره بده ياخذ اذن من البلديه وكيف بده يشيلها ويلزموه يزرع محلها. مزبوط، في هلا هون بيقضوا على حرش بامه وابوه ما حدا يسالهم. مزبوط. او بيشعلوا النار تيشيلوا فحم وبيقولوا اسباب الحريق. مزبوط. مجهوله بقى للاسف. مزبوط. حتى بالجامعه بقلب استراليا كنا كثير يعني بتحس بالذنب لما بدك تعمل برينتنج تستعمل وراء كثير، لانه الورق هو جاي من الشجر، يعني في هالقد وعي، يعني في هالقد اهتمام. بتنصح الشباب اللبناني يسافروا لهونيك؟ اكيد للتحصيل العلمي، بس بنصح اول شيء انه ياخذوا اعلى شيء ممكن ببلد الام بلبنان، هي نصيحتي الاولى، وبعدين يعني لدراسات عليا او متعمقه اكثر بنصحهم استراليا بلد كثير مضياف، كثير بيحترم الاخر، يعني الانترناشونال ستودنتس كثير محترمين، التمييز هو ما بقول منه موجود، بس موجود بحده الادنى كاستراليا، في فرص كثير كبيره، بس مثل ما بدعيهم كمان انه يرجعوا لبلدهم الام بعد ما يحصلوا الشهادات العلميه. شو حملت من استراليا على لبنان وعم تطبقه؟ حملت ذهنيه تفكير معينه، اطر تربويه جديده، طريقه عمل شوي مختلفه، طريقه تكامل، يعني حتى مثلا هلا بشغلي بجامعه فينيسيا، انا هلا رئيس القسم التربوي بجامعه فينيسيا، رح انه حاطط لك اسمه
ففي الشغل اللي احنا بنشتغله نحن في كتير يعني امور، طريقه التنظيم، طريقه الاولويات، وضع الاولويات، طريقه التكامل، كتير امور انا تعلمتها من قلب استراليا. كيف بيمكننا، حضرتك هون استاذ جامعي وراح نفوت بالتفصيل، انما كيف يمكن للبنان مجريات الاختصاصات العالميه، التطور العالمي، انه بعدنا عم نتعلم كيف هام جميل ببوسينا وعربد ابو نواس والمتنبي هجا كافور الاخشيدي، وهودي بالعلم الناس طلعت على القمر وعم تستعمر المريخ، بقى ما عادوا هودي المهمين. استاذ نبيل، نحن للاسف حكي عن منهجيه التربويه بالمدرسه بعدين منهج الجامعه، نحن كثير السنه بنعتمد على التنظير والنظريات، بدنا كثير نحن يدخل عمل تطبيقي، يعني منه مسموح بقى التلميذ يدرس شغله ما بيعرف اهميتها او ارتباطها بمجتمعه، ببيئته، باقتصاده، حتى بالعالم حواليه. يعني من المفروض بقى انه ندرس شيء خلص لانه هيك المنهج مكرر ويدرس، يعني المفروض ينعمل هالرابط بينه، وبهالطريقه يعني بنربي وبنبني تربويا اجيال من الصغر يكونوا اشخاص مكتشفين، اشخاص باحثين، اشخاص يعني بروفيشنالز، وبهالطريقه يعني بنصير نتطور اكثر، لانه احنا كثير السنه يعني بمحلات، كثير السنه مناهج كثير خشبيه بنستعملها. يعني هل احبطتك العوده الى لبنان بصراحه؟ ابدا ابدا ابدا، مع انه يعني بعد ما بتشعر بالندم احيانا؟ لا ابدا ابدا، اكيد بفقد باستراليا موضوع الكهرباء، موضوع السير، موضوع يمكن البيئه النظيفه اكثر من لبنان هون، بس لا ولا لحظه. يعني حضرتك حاليا استاذ جامعي ورئيس القسم التربوي بجامعه فينيسيا، هل بالامكان انه تخبرنا عن اوضاع التخصص بلبنان وملائمتها لروح العصر؟ أول شيء بحب أقول بس جامعة فينيسيا هي جامعة أنشئت بسنة 2012، مرسوم جمهوري 9089، هي بالصرافند، فيها 6 كليات، الكليات الموجودة فيها والاختصاصات اللي انوجدت ما انوجدت هيك عشوائيا أو عبثيا، نعمل دراسة تطبيقية ودراسة دقيقة لسوق العمل وملائمة الاختصاص مع سوق العمل، ونعمل هالكليات والاختصاصات. بجامعة فينيسيا أنا بشتغل مع زملائي على أنه يكون العمل النظري والتطبيقي في علاقة عضوية بيناتهم، يعني ممنوع يكون بقى في فرق بين النظرية والتطبيق. النظرية بحاولها بالإنجليش it informs practice، يعني بتخبر كيف لازم يكون تطبيق، مع الوقت إذا التطبيق برهن النظرية غلط التطبيق بيرجع بيعيد تنظير النظرية، فالعلاقة تكاملية وعضوية بين النظرية والتطبيق. بقلب جامعة فينيسيا نحن بكل شيء، يعني أنا طلابي وزملائي الآخرين طلابهم ممنوع يطلعوا من المادة ما يعرفوا ليش درسوها، ما يعرفوا شو علاقتها بأمور مجتمعهم، بالأمور التطبيقية بلبنان وبرات لبنان. حتى نحن بكل مادة بنعلمها بيشتغلوا هن نوع من البروجيكتس، المشاريع من سنة أولى للسنوات الأعلى منا. البروجيكت بيكون بروجيكت تطبيقي اللي تعلموه بالنظري بيطبقوه بهالمشاريع، فوق انهم بيجمعوا النظرية والتطبيق بيتعلموا كيف الشغل كمجموعات، بيتعلموا كيف يديروا اختلافاتهم كشغل كمجموعات كجروب وورك، كيف يعرفوا يشتغلوا وينجحوا كمجموعة وكفرد، تعلموا كيف يتواصلوا، كيف يعملوا برزنتيشنز، هيدا كله هن الجينيريك سكيلز اللي هي بتجعل منهم مواطنين بنائين فعالين وبروفيشنز ناجحين بلبنان وبرات لبنان. بنلاحظ انه بعض الجامعات عندنا دكتور عم تخرج عاطلين عن العمل. هل درستوا انتم بجامعه فينيسيا حاجه سوق العمل لهالاختصاصات، يعني عم تخصصوا على ضوء حاجه سوق العمل او كيف؟ في دراسة كتير دقيقة، يعني نحن اختصاص لنفتح الاختصاص بقلب جامعة فينيسيا بندرس أول شيء حاجة سوق العمل بلبنان وحاجة سوق العمل بالجوار، يعني بس الأهمية الأولوية أكثر للبنان، وبعدين قديش بيستوعب خريجين هالاختصاص.
تندرس المنهجية بشكل كتير دقيق لحتى النظرية والتطبيق يتكاملوا مع بعضهم، يطلع الخريج عندنا شخص يعني جوب ريدي، يعني جاهز للعمل، جاهز للعمل، شخص ما بس هيك يعني بيطلع عندنا الشخص اللي بنشتغل عليه انه يطلع هو يعني مواطن لبناني ونفس الوقت هو مواطن عالمي، يعني مواطن بيقدر يفهم الآثار العالمية وتداعياتها على لبنان من آثار بيئية، آثار اقتصادية مختلفة، لأن احنا من هي عايشين بعالم كوني، فنحن نفتخر بلبنانيتنا بجنسيتنا اللبنانية، بس كمان نحن عايشين ببيئة أو بقرية كونية، فتنفهم يعني نفهم اقتصادنا، نفهم حاجاتنا الاجتماعية، الأمور الاجتماعية اللي عندنا، ونفهم علاقتها ببقية الدول وآثارهم علينا، ونحن كيف فينا نحن نأثر وكيف نحن نتكامل مع غيرنا. حضرتك عم تدرس الاختصاص اللي دارسه معك يعني؟ لا هلا الاختصاص اللي درسه انا عم اعمل فيه ابحاث بجامعه فينيسيا، وفي هلا مشاريع انه نعمل نوع من المواد اذا الله راد، في مشاريع نوع من الدورات التدريبيه بتجمع العلماء الجنائيين مع القضائيين مع الامنيين، في مشاريع وافكار، بس مبدئيا انا بالاضافه للعلم الجنائي التربوي انا تخصص بالعلوم الرياضيات التربويه، فانا بجامعه فينيسيا كمان بدرس مواد الرياضيات، مواد الاحصاء، يعني كيف يبلشوا يستخدموا الاحصاء بموضوع الابحاث التلاميذ. بحب اقول شغله هون شير، وحضرتك انت قلت اول شيء انه القلب عشمال. عشمال، وانا كابن طرابلس، طرابلس هي القلب عندي، وبقلب طرابلس في جامعه فينيسيا وادارتها وطلابها اكثر ما هالقد يعني بتحس بتكامل فيها. جامعة فينيسيا يعني موجودة بجنوب لبنان، بس هي لكل لبنان ولكل العرب، وهي يعني بتتبع أعلى المعايير العالمية العلمية والأكاديمية. شو الاختصاصات دكتور اللي موجودة بالعالم وبتحب حضرتك أنها تكون موجودة بلبنان مستقبلا بجامعات لبنان؟ بحب كثير بطلع شوي اكثر على البوست جراديويت ستاديز، يعني الدراسات العليا، يعني بحب انه يكون اكثر بلبنان بجامعه فينيسيا وبلبنان عامه يكون عندنا اكثر يعني ماسترز وبي اتش دي، يعني باختصاصات يعني ما نوقف بس نحن عند الاندر جراديويت، يعني ثلاث اربع سنين ياخذوا البكالوريوس او ياخذوا الشهاده ويضطروا يسافروا لبرا. يعني انا كثير بحب انه يكون لانه عندنا القدرات البشريه، بس بدنا اوقات القدرات المخبريه، وبدنا اكيد القدرات الماديه انه نقدر نحن التلميذ عندنا يقدر يمشي المشوار العلمي تبعه من ثلاث اربع سنين اللي هي اندر جراديويت لينتقل للدراسات العليا ليوصل لمرحله الدكتوراه وبوست دكتوراه. كنت بنهاية الجمعة بمصر، بمصر ما هيك بمؤتمر بالكويت، هلا بالكويت كنت بالكويت، فإذا بمؤتمر شو الهدف منه كان؟ المؤتمر تبع الكويت كان مؤتمر الأول للعلوم الجنائية بالكويت برعاية جامعة الكويت، كان في اهتمام هالمرة غير مسبوق المواضيع التربوية والإنسانية اللي بتتعلق بالعلم الجنائي، يعني كان في اهتمام انه كيف نعمل اكثر اطر تدريب وتكامل بما يخص العلم الجنائي وبينه وبين اجهزة تانيين، وكان في اهتمام او كان في اللجنة الدولية للصليب الاحمر اجوا من جنيفا، من جنيف اجوا حضروا، كان في كثير يعني اهتمام انه لازم الدور الانساني للعالم الجنائي وللطب الشرعي يظهر، لانه احنا بعملنا نحترم الانسان اولا واخيرا، نوصل للحقيقه والعداله، بس الانسان هو واحترامه هو اولا، فكان في كثير هالبعد الانساني مع البعد التربوي مع البعد الاجتماعي، وهذا الشيء يعني يشكر عليه الاشخاص اللي نظموا المؤتمر بجامعه الكويت. السؤال الاخير دكتور، شو بتقول للشباب اللبناني الضائع اللي احيانا ما بيلاقي فرص عمل، واذا لقى فرص عمل بياخذ الشهاده ما بتعي العصفور، شو بتقول لهالشباب اللبناني اللي ناطر على ابواب السفارات احيانا، اللي ضايع، اللي عايش بحيره بمستقبله، كشخص تغربت وطلعت لبرا وحصلت على اعلى الشهادات، شو بتنصح هالشباب؟ بقول للشباب اللبناني اللي هن من ضمنهم طلابي هلا بالجامعه، بقول لهم ما ممكن اذا حدا يعني جرب ممكن يتفركش مره واثنين وثلاثه، بس بيرجع بيقوم،
وبرجع بيحاول بالاجتهاد بالنشاط وبالصبر بيوصل، واهم شيء يعني بيحصلوا على كثير فرص، وشباب لبنان شباب متميز برات لبنان، بيحصلوا على هالشيء، يحترموا البلدان اللي استضافتهم ويعطوها، لانه يعني هذا نوع من الاحترام الانساني بينه وبينهم، بس ما ينسوا لبنان بلدهم. لبنان مرقنا بحرب اهليه كثير وقضينا كثير، بس هلا ان شاء الله يعني المستقبل بيكون احسن واحلى، وبلاهم ما في مستقبل، يعني هن الحاضر وبلاهم ما في مستقبل بقى. بدعيهم انه على الصبر، بدعيهم كمان على اللايف لونج ليرنينج، يعني على مبدا التعلم مدى الحياه، يعني ونحن هذا الشيء بنشتغله بالجامعه، جامعه فينيسيا، انه يتعلموا انه ما بس المشوار العلمي بينتهي بانتهاء الشهاده، في كثير دورات تدريبيه فيهم يضلون يتعاطوا ويتواصلوا مع اساتذتهم الجامعه، في دورات تدريبيه بتصير اونلاين، رح على طول يكون في نوع من التربيه والتدريب المستدام، يعني على طول بدعيهم يلحقوا هالشيء والتطور العلمي على طول. نحن بنشكرك دكتور، للاسف عندنا اسئله بس وقتنا انتهى. الله يسلمك. يعني كمان بدك تعذرنا، نعرف انك قعدت ساعتين ساعتين ونص بالعجقه من الضي لهون تقدر توصلت، وهي مش معودين عليا باستراليا، بس اهلا وسهلا فيك انت بلبنان، هذا هو الواقع. نحن بنشكركم اعزائي المشاهدين على متابعتكم، والى اللقاء الجمعه المقبل مثل العاده 8 المساء، الله معكم.